من جناب سي احمد. مرحبا بك. مرحبا، مساء الخير. مرحبا بك. اولا سي احمد نحب نعتذر البارح على صعوبات تقنيه، علاش ما نجموش نتصلوا بك البارح. حبيت نسالك باعتبارك مختص في الدراسات الجيوستراتيجيه على على موقف المجتمع الدولي مما يحدث اولا في تونس، ما نحبش نوصفه يعني بالانقلاب او بالاجراءات التصحيحيه، وخاصه في موضوع علاقه تونس بالمؤسسات الماليه، خاصه مع غياب المؤسسات في الدوله، نحكي على البرلمان وعلى حكومه اللي هما ربما المخاطب المباشر لهذه المؤسسات. شكرا على الدعوة وشكرا على السؤال الهام، لأنه أصبحت السياسات يعني أغلب الدول المجتمع الدولي تعتمد على علاقتها مع المجتمع الدولي والتفاعل معه، سواء على مستوى اقتصادي وسياسي وغير ذلك. وبالتالي أعتقد أن تونس كانت نموذج، يعتبر نموذج في تفاعله الإيجابي منذ 60 سنة مع المجتمع الدولي، بقطع النظر على ما يحدث داخل تونس. يعني تونس كانت لها موقع يعتبر يحسد عليه، كنا نحن والمغرب، دولة المغرب، المملكة المغربية، من البلدان العربية القليلة التي ينظر إليها بنظرة إيجابية، وهي تعتمد على دبلوماسية هادئة. ربما الآن أصبحت هناك معطيات وتفاعلات مع المجتمع الدولي أزعجت بعض الأطراف، سواء كانت الأطراف أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. وهذا الإزعاج ربما ستكون له تداعيات على الثقة المتبادلة بين المؤسسات المالية وبين تونس، وخاصة صندوق النقد الدولي. نحن نعلم أنه من بين المحددات لإعطاء يعني قروض إلى تونس هو الاستقرار السياسي على وجه الخصوص، ثم الاستقرار الاجتماعي، لأن تونس تمر بمخاض الآن ومتغيرات سريعة داخلية، مما ربما سيعرقل هذه القروض، ستعرقل أيضا الثقة المتبادلة بين المؤسسات المالية ووزارة المالية التونسية وتونس بصفة عامة. وأعتقد أن في غياب المؤسسات الدولة، وخاصة غياب الدستور وغياب المؤسسة التشريعية أي البرلمان، هذا لن يترك أو ستكون له عواقب وخيمة، يعني في خاصة من جانب أولا الدول المانحة، قبل أن أتكلم عن المؤسسات المالية مثل صندوق المال، الدول المانحة. وأعتقد أن لابد بالإسراع على الأقل للرجوع إلى الشرعية الدستورية ونشاط المؤسسة التشريعية وهي البرلمان. وأشير في هذا الصدد أن الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص أعطت اهتماما كبيرا يعني لما يحدث في تونس، وليس محل صدفة هناك مكالمة نائبة جو بايدن ثم المستشار القومي الذي بقى ساعة مع رئيس الدولة قيس سعيد، ثم الفريق الذي جاء إلى تونس وأظن مكث بعض الأيام، وهناك أيضا ننتظر زيارة لبعض المستشارين أو مجلس الشيوخ، نواب في مجلس الشيوخ. نعم دكتور، أنا أعتقد نعم دكتور حبيت نسألك، أنه صحيح أنه كان ثم مراهنة أمريكية ولا مراهنة غربية على الأنموذج التونسي، هذه الديمقراطية الوحيدة تقريبا واللي نجت من نير الربيع العربي، لكن اليوم ثم حديث على أنه ربما التجربة المثالية تصبح هي المغرب بديمقراطيتها بملكيتها الدستورية وبتطبيعها مع الكيان الصهيوني. ربما يعني الأعين الغربية والولايات المتحدة تنتقل للمراهنة على النموذج المغربي للتسويق له باعتبار تطبيعه الأخير مع الكيان الصهيوني. أنا لي أصدقاء هنا وحتى بعض الساسة الذين أعرفهم يعتقدون أن تونس هي النموذج الحقيقي، خاصة في العشر سنوات رغم الإخفاقات أقول والعراقيل الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن أغلب المراقبين في الغرب ينظرون إلى تونس نظرة إيجابية،
وسأذكر الاسم، ليس في هذا جاك لونغ وزير الثقافة السابق، أعرفه وزرته، قال لي بالحرف، وهو الآن رئيس المعهد العالم العربي، قال لي بالحرف الواحد أنه ينظر إلى تونس أنها نموذج ناجح ويعتبر نموذج للوطن العربي. وأعتقد أن بقى يراهنون يعني الساسة سواء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية على وجهه، يراهنون أن تكون تونس نموذج للوطن العربي. وهذه للأسف الفترة العويصة والتغير في المسار الحالي والخروج على الانتقال الديمقراطي وتجميد المؤسسة التشريعية كانت له انعكاسات سلبية جدا، وهناك قلق لدى بعض الدول سواء كانوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية. ولا أعتقد، لا أعتقد، وأنا أجزم في هذا، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستترك تونس. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لها مصالحها ولها استراتيجية، وأعتقد أنها تراهن على تونس كمدخل، أو أيضا ليس فقط كعضو في نادي الديمقراطيات الناشئة، وإنما أيضا لها دور هام، هي مدخل للقارة الأفريقية ومدخل أيضا للمغرب العربي، ولها تونس لها أيضا بعض أقول النقاط الإيجابية في تموقعها الجيوسياسي أيضا الجغرافي. ولا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستغادر هذه الساحة. لا يمكن القارئ والملاحظ للساحة التونسية لا يمكن أن يخرج بخلاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد كل هذه المكالمات الهاتفية والزيارات ستغادر تونس. لا أعتقد أنه لابد للفريق من حول رئيس الدولة قيس سعيد، لابد أن يعي أن ليس هناك مزح مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أتذكر قولة دوغول الرئيس وأب الجمهورية الخامسة في فرنسا، في مرة من المرات شتم أحد الدول الإفريقية، فقال له المستشار سيد الرئيس بالفرنسية، قال له سي تان بي أمي، قال له بالحرف الواحد باللغة الفرنسية، قال له لا فرونس أنا با دامي أنا كو دي زانتيغي. يعني العلاقات الدولية والعلاقات بين الدول، اليوم صديق بكرة ممكن يكون منافس أو عدو. ونحن نلاحظ ونراقب التقارب الآن التركي المصري، التقارب التركي الإماراتي، فلابد الفريق من حول الرئيس أن يعي أن هناك متغيرات، ولابد أن يفكروا في مصلحة نعم تونس. دكتور، سؤال أخير في هذا المعنى، يعني إذا كان نحكيه على المصالح الإقليمية، نحكيه على الجزائر باعتبار أن الجزائر تونس هي العمق الاستراتيجي للجزائر، كذلك ليبيا هي تونس هي عمقها الاستراتيجي، نحكيه على مواقف بعض الدول الغربية أيضا، كان نحكيه ربما شنو مدى التأثير الدولي والإقليمي على القرار السيادي في تونس والمنحة أو مستقبل الانقلاب خلينا نقوله في هذه الفترة، يعني كان بعيدا عن الفاعل المحلي، شنو دور الفاعل الدولي في تغيير مسارات ولا أفق السياسة في تونس؟ يعني أنا أعتقد أن المجتمع الدولي له دور فعال في تغيير المسارات السياسية، وأعتقد أن الجزائر لعبت دورا إيجابيا إلى حد هذه الساعة، وهذه بشهادة بعض الزملاء. الجزائر الآن تطلب أيضا، والزيارات المكوكية للوزير الخارجية رمطان يعني كان لها رسائل ودلالات، وهذه الدلالة الجزائر لا يمكن أن تقبل أن يتغير شيء في تونس يمكن أن يمس بالأمن القومي الجزائري وتكون له تداعيات على الساحة الجزائرية. فبالتالي على حسب المعطيات، أن الجزائر طلبت من رئيس الدولة أن يستمر في تطبيق الدستور، وطلبوا منه أيضا أن يرجع البرلمان، وهناك خطوط أيضا، ليس هناك، طلب منه أيضا أن لن تكون هناك صدامات بينه وبين البرلمان وخاصة رئاسة البرلمان. ولا أعتقد، وفيه أظن تنسيق بين سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والجزائر،
مما يعني أنه لا يريدون أن يجعلوا من منطقة المغرب العربي ساحة جديدة للصراعات المحورية أو الإقليمية. ولا أعتقد ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلعب دوراً كبيراً في تهدئة الأوضاع سواء كانت داخل تونس أو في منطقة المغرب العربي. نعم، شكرا لك الدكتور أحمد البرجاوي المختص في دراسات الجيوستراتيجية في العالم العربي، بارك الله فيك على كل ما أفدتنا فيه، بارك الله فيك.